وصفة اليوم فطاير بالمقلاية. أول شي بنجهز العجينة، بنستخدم كيلو طحين، رشة ملح وكمان رشة سكر، بنخلطهم شوي وهلأ بنضيف عليهم 5 ملاعق لبن وبنخلطهم كمان وبننزل عليهم تقريبا 1/2 لتر مي. وبس خلصنا العجن بنضيف شوية زيت، وهلأ بنحضر زيت وزعتر المحمرة والجبنة، شوية زيت زيتون، بنفرم حبة بصل، بنضيف رشة كمون، شوية كزبرة، فلفل أسود ورشة ملح وملعقة دبس فليفلة، وراح استخدم كمان بندورة معلبة، وآخر شي بنضيف حبة البركة والسمسم. نحن عملنا المحمر أول شي مشان نخليها تبرد، ولخلطة الجبنة بنستخدم جبنة مالحة، موزاريلا، حبة البركة والسمسم والبيض. وما ننسى البقدونس، وآخر شي بنعمل الزيت والزعتر. وهلأ بنفرد العجينة وبنقطعها. بنخلي المقلاية تحمى وبعدين بنوطي النار. هذا هو اللون المزبوط. بسم الله، نحط المحمرة مع الجبنة. هلا بنجرب الزعتر، سهلة كتير وطيبة، جربوها وبنشوفكم بالوصفة الجاية.